على مد البصر، أراض فلاحية خصبة ومعطاءة ظلت لسنوات عالقة دون إنتاج، فتم مؤخرا تسوية ما يزيد عن 1000 هكتار ومنحه لمستحقيه. الفلاحة في الجزائر بدلت، أراضي تاع الدولة تاعنا، أراضي تاع الرئاسة، أنا رايحين فلاحة استراتيجيك. اللي يخدم الفلاحة يخدم استراتيجيك كيما الصرا، كيما المايز، كيما السيريال، أغونتيشا باسكو هي كيز مونديال. نروح حنايا ماذا بينا الفلاحين كاع نروحوا في السيستم هذا. و بو لانستون واش بروغرام تاع الدولة، بو لانستون نشوفوا كاين تساهلات افيك لي كيشي يونيك، كاين كل حاجة. نشكر الدولة اللي قامتنا بتسوية الأرض تاعنا الفلاحية، وقمنا زدنا مجهود كبير باه زدنا خدمنا وخدمنا المشروع من كل جوانب. وتريسيتي الحمد لله بفضل ربي سبحانه تريسيتي زاد لحقتنا. الدول راه تبكي على جال الانتاج الفلاحي، العالم اكل الغذاء راه ناقص، ولكن تسوية الفلاح يحس باللي راه عنده ملك. ومباشرة بعد تسوية العقار الفلاحي شرعت مصالح سونالغاز في ربط هذه المستثمرات بالكهرباء الفلاحية لضمان تزويدها الدائم بالمياه. منذ بداية السنة إلى غاية يومنا هذا نحن في أكثر من 1000 حالة تم تسويتها، 1104 بالضبط. الحمد لله الأمر هذا مكننا أيضا من استرجاع عدد معتبر من الأوعية العقارية الفلاحية. إجراءات تسوية هذه الأراضي سيسمح بتوسيع المستثمرات مستقبلا. الناس اللي داو عقود وما شاء الله عدد ما شاء الله، أنها راح تكون استقرار ويكون استثمار أكبر ويكون منتوج أكبر، لأن كما تعرف هذه المناطق اللي داو خاصة عقود الامتياز هي مناطق كانت ما فيهاش فلاحة، والناس المستثمرين جاو وراهم يخدموا ما شاء الله. الدولة راهي ترافق حسب الإمكانيات. مساحات تنتج من الخضر والطمور ما يغطي احتياجات السوق الوطنية، ومنه ما يصدر إلى الخارج.